بنتك مو قدرانة تقوم بواجبها بالبيت ولا أنا قدرانة تقوم بواجبها معي، وفهمك كفاية. عمي بنتي هلا مريضة بس بعدين رح تطيب، لا تتحجج، قول انت ما عندك اياها. هذا الكلام مو صحيح، وقت اللي كانت بنتك بصحتها وعافيتها كنت شايلها على راسي من فوق، بس هلا عدم المؤاخذة صحن ما عم تقدر تشيل. بتقوم بتكبني يا عسام، بتكبني بعد كل هالخبز والملح والعشاء يلي بيناتنا؟ لا عيوني انا ما كبيتك، بس شو اعمل لك اذا الحكمة قالوا لي انه ما في علاج لمرضك؟ بدك يعني اقعد بالبيت كنس واشطف وامسح مثل الحريم؟ اذا هيك عم تتحجج فمنقدر نجيب خدامه بتقوم بكل شغل البيت. هذا الحكي مزبوط، انت مقتدر وفيك تجيب خدامه، بلاها الطيره سيقلت الاصل. إيه لا عمي هذا الكلام مو مزبوط، عدم المؤاخذة الخدامة بتقوم بواجبها بالبيت، بس أنا مين بده يقوم بواجبي؟ بعدين بلا تكبير حكي. بدي كبر حكي، أنت واحد بلا شرف وبلا أصل. شكيتك لله يا هيثم، شكيتك لواحد أحد، لك إن شاء الله بشوف فيك يوم. العمى معيولة ومريضة وإلا تم يحكي هي وأبوها؟ خاطرك يا بي ديري بالك على الصبي. ولك بحفظوا السر معي، ولك إذا بدك تطلق بيكون أحسن، قليل شرف لك. لك روق كرمال الله شبكون، بعدين أنت شلون هيك بتحاكي لجوزك؟ لك مو عيب عليكي، ما لك إلا بيتك. أنت خلصي ولا تتدخلي بالموضوع بنوب. بالله شو؟ أنا مالي مجبورة أتحمل بيتها أو لفيها، بعدين أنا خالتها مرت أبوها مالي يما. ولك عامل لك خلصي، روحي نمري من وشي يلا حركي. شوفي بنتي، ما عاش اللي بيهينك طالما أنا موجود. اطمني بنتي اطمني ولا تعتلي هم، أنا موجود أبي. شرفي برشتك يا بنتي، تفضلي تفضلي. شرفي ينور البيت ينور البيت، الله لا يحرمني هالنقلة. شرفي تفضلي، إن شاء الله ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيك ويخلي لي إياك يا رب ابن عمي. لك أنت ما بتتخيلي أني أنا ماني عاطي فرحتي لحدا. إيه حقك تفرح، مو سهلة عليك أنك تعيش مع وحدة معلولة مثل درتي لطفية. لك إن شاء الله بيقبرني اللي بيفهم. لك هذا هو وجعي، الرجال شو بده؟ بده مرة تدلله وتغنجه وتدير باله عليه، مو تجي مرة معيولة بده مين يعينها. ايه معك حق، وشو هو مرضه ابن عمي؟ لك هلا شو بدك بمرضه؟ تعي شو في مرض يلي انا، فوتي. لك فوتي ان شاء الله بيقبشني لمدلل انا. يا ربي دخيلك، لك انا عنست ببيت اهلي وقبلت اتجوز ارمان، لا وفوقها بتطلع لي بنته وبتجيني على البيت وبدي اتحملها كمان. لا مو بس هي لحالها، هي وابنها كمان. أنا بشو زعجتك يا خالتي؟ بشو زعجتيني؟ بالله شو؟ لك ما بيكفي وجودك بهذا البيت؟ لك شو أعمل بحالي يا ربي؟ شو أعمل بحالي إذا بلاءك نزل علي وعلى جسمي ومنعني أشتغل؟ لك شو أعمل بحالي إذا جوزي هجرني وما عاد بده ياني ومرتبي ما عاد بده ياني؟ شو أعمل يا رب شو أعمل؟ والله ما بعرف شو تعملي. يلي بعرفه انه لازم تقولي لابوكي انه انت يلي بدك تتركي البيت، لانه اذا ما تركتي البيت انا بسببك رح اطلع. قلت له ما قبل، ومشان يرضيكي جاب خدامه لتشتغل كل شغل البيت. شبك ابن عمي؟ والله بشتغله لابني، ما عم بيروح من بالي، خرمان عليه. ايوه، ولا تقولي بدك تجيبه يعيش معنا بقى. وانت لا تقولي لي انه ما بدك. ايه طبعا ما بدي. اوف، وليش بقى؟ لك هذا ابني ولازم يربى بحضني. حبيبي
الأول شرط آخر سلامة. نحن شو اتفقنا لما تجوزنا؟ مزبوط، اشترطتي علي إنه ابن ضرتك ما يعيش معنا. وهلأ شو عادة ما بدأ؟ لك اشتقت له، اشتقت له يا لبنى. ليش ما عم تحسي فيني؟ حبيبي تجيبه ساعة ساعتين يقعد يتغدى معنا أهلا وسهلا، أما على طول أنا ما بتحمل. طيب ماشي. استنى، اللي عندك طلب صغير. ولك هلأ أجلي لي طلباتك. الله يرضى عليكي، جهزي لي هيك شي غدوي مدللة، رايح جيب الصبي وأرجع بسرعة. يو أنت وعواطفك المشلخة، جن الزلمة. قول يا أبي قول، قول لك قول. إن شاء الله صحة وألف أنا. ما خلو الله ما أحلاك أنا. اشتقت لك أنا، اشتقت لك. قول قول هاي كمان. نعم عليك. مساء. نصلي. إن شاء الله ألف صحة يا أبي. أكل لك واحدة من هاي؟ ما بدي. هاي تفاحة. إن شاء الله ألف صحة. هيثم. نعم. بدي أطلب منك طلب صغير. هوي. بدي منك تسجل لي هذا البيت باسمي. شو عم تقولي؟ إيه شو فيها؟ بكرة ابنك بس يكبر بياخد البيت وبصفى أنا بسقى. إيه لا، ما حذرتي. هذا البيت إلي. والورثة ما رح ياخدوا شي لقبل ما موت. ها وبكي انت متتفاجئة. ايوة عم تحكيها هيك ببساطة، بركي انت متتفاجئة. الله يكتر خيرك. على كل الأحوال شدي حيلك وجيبي لك صبي، ساعة البيت رح يصفى لعاصم وابنك. وانا شو ذنبي اذا الله لهلأ ما طعمني ولاد؟ هي صلنا سنة متزوجين انا وانت. كول ابي كول، سيار بتسد النفس. كول لك كول يا ابي كول. عضلك عضل. حسبي الله ونعم الوكيل. وهي أحلى فنجانين قهوة. تفضل. وين لطفية؟ بأوضتها ابن عمي. جايبت لك خبر بيطير ضبنات العقل. شو هو؟ هذا يا سيدي في حكيم جاي من برا، وعم فكر آخذ لعنده لطفية، يعني بلكي بتطيب وبترتاح وبتريحنا. يا رب. يا ربي انت الشافي يا الله. اذا بتشفى بنتي رح وزع خبز وعشر ذهبات على الفقراء. شو بيطلع لي من الذهبات اللي بدك توزعهم؟ لك قومي هلا، قومي جهزي لي حالك لنروح لعند الحكيم. لطفيه يا ابي لطفيه، اجى الفرج يا ابي لطفيه. يا رب. شبك ابن عمي؟ شو صاير معه؟ والله ما بعرف، حاسس حالي تعبان، في شي طابع على صدري. بتكون آخر شوية برد، شو رأيك بكاسة يانسون؟ ايه منيحة، إن شاء الله منيحة برتاح عليها. ايه يلا على يرضى عليك يساوي الكاسة، أنا فايت ارتاح شوي بالغرفة. ايه يلا فوت تقبرني. الله يرضى عليك. يا رب تعيني يا رب. آخ يا رب. في على قامتي ابن عمي، ابن عمي، ابن عمي، ابن عمي. شو بك ابن عمي؟ لك برافو عليكي، شوي شوي بس.
لا تجوري على حالك. ايه على محليه. هلا اتركي لي البندوره يا تحطيهم هون لشو؟ ياك تقطعي الخياره لانه الخياره هسه بتجي. اتركي لشوف. لطفيه؟ أبي لطفيه. اهلين يا ابي يعطيك العافيه. خير ابن عمي شبه؟ يو شو في يا ابي؟ جوزك هيثم. شبه؟ احكي يا رجال شبك خوفتنا. وقع ولا من تمه ولا من كمه. يا لطيف هيثم. قالوا لي انه شباب الحاره اخذوه على الخستخانه ويمكن مشلول. هلا بصراحه انا ما بدي اشمت بحدا بس يمكن هي بخطيه لطفيه. لك طلع لك خطيه عند رب العالمين وانا مالي دريانه. يا علي عليك يا هيثم. لا والله أنا أبداً مالي شمتانة فيه، بالعكس زعلت عليه كتير. بالله شو؟ زعلانة عليه بعد ما رماكي مثل خرقة عتيقة حاجة جدبة؟ لأنها بنت أصول، أنا بعرف حالي شو مربي. شو هي السكينة بإيدك بنتي؟ يا أبي بعد ما خالتي الله يوجه لها الخير دلتنا على الحكيم وأخذتوني لعنده وعالجني، الحمد لله حسيت إنه أعصاب إيدي أحسن من الأول. وليك مثل ما شايف بعينك عم قطع الخضرة وعين الله علي. الحمد لله الشكر والحمد لك يا الله. لحظة لحظة اوعك تروح لي الحلوان. بدي الحلوان، ها بدي سوارة، بدي حلق، بدي طوق، بدي اي شيء. ما دخلنا لك ذهب اللي بدكم اياه. لك خلص لا تكلا زاوية طبخة بدنا ناكل. ورجي ورجي لأبوكي شلون عم تشتغلي. تعالي شوف ايها ها. شوف يا عبي شوف شوف شوفها. ألف الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. لطفية يا أبي لطفية. خير يا أبي شوفي. هدي يا أبي هدي. دريتي شو صار بعيسى؟ لا والله شو صار؟ تركته مرته لنفس السبب اللي تركك من شانه. انه صار مريض وعاجز ما؟ مو بس لانه مريض وعاجز، لانه ما كتب له البيت باسمه. طيب مين عم يدير باله عليه؟ قال عم يجي اخوه لعنده يطعميه. يا ساتر. طيب هو عاجز مين عم يحممه؟ مين عم يساعده؟ لك مين عم يساعده يفوت يقضي حاجة؟ لك شو بيعرفني لك بنتي؟ يا بي تسمح لي وقف معه بمحنته؟ شو عم تحكي لك بنتي؟ بعد كل شيء عمله معي هيك عم تحكي؟ سمعت إنه مرتك تركتك، زعلت عليك كتير لأنه ما هان علي تنلحش مثل ما لحشني أنا وابنك عند أهلي. يلي داق كاس المر ما بيهون عليه حدا يدوقه غيره حتى لو كان عدوه. اسمع يا أبو عاصي، أنا رعيت الخبز والملح والعشرة يلي بيناتنا، بس أنا إلي شرط لحتى أقبل أرجع معك على هذا البيت. لازم تسجل البيت باسم ابنك لأنه بخاف لما تطيب تقوم تلحشني مرة تانية أنا وابنك.